اهلا فيكم بملخص جديد، بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة. ويلا لحتى نبلش. ببلش فيلمنا بأما يلي بتشتغل موظفة باسم التسويق بشركة مشروبات غازية، فبتكون بمهمة شغل وبتكون عم توضح للعملاء مميزات المنتج يلي عم تقدم لهم اياه، وبتتحمس كتير هي وحامل المشروب وقاعدة عم تخط فيه، واول ما بتفتحه بيفور وبتلي العملاء كلهم، فبتتوتر وبتتمنى انه ما يقولوا اللي صار لمديرة. ولما بتفشل بالمهمة بتروح على المطار لحتى ترجع على مدينتها، وبتحكي مع رفيقتها ليزي وبتقلها يلي صار، وبتكون كتير خايفة انه يقلعوها من الشغل، وخصوصي انه هيدي رابع شركة بتشترك فيها بهول الخمس سنين، وبتكون المضيفة قاعدة وعم تتسمع عليها. فلما بتطلع بالطيارة المضيفة بتحطها بالدرجة الاولى لحتى تغير لها المود شوي، وبيجي شاب اسمه جاك وبيقعد حدها، وبعد شوي بيصير في مطبات هوائية، فاما بتنرعب وبتقول لجاك انه ما بدها تموت قبل ما تتزوج وتخلف، وانه ما بتحب كونر اللي هي مرتبطة فيه، وبتروح معه على حفلات موسيقى الجاز مع انه هي ما بتحبها، وبتسقي شتلات الورد تاع رفيقتها ارتميس بالعصير لانه هي ما بتحبها، لانه هديك عطول بتضايقها، وانه القهوة يلي بشغلها كتير منا طيبة بس بتضطر انها تشربها، حتى الصفقة يلي كانت رايحة تعملها فشلت وما قدرت تعملها صح، وبتضل كل الوقت قاعدة عم تحكي عن أسرارها لحتى ما جاك بيقلها انه وصلنا على المطار، فبتقوم بتنزل ركض وما بتسلم عليه، هو بينصدم انه شو عم يصير. فلما تطلع أما من المطار بتلاقي كونر اللي مرتبطة فيه ناطرة برا، وبتقله انه هي فشلت بالمهمة يلي راحت كرمالها، وبتصير تبكي، وبيكون جاك عم يطلع عليهم وعم يشوفهم من بعيد. وتاني يوم اما بتقابل رفيقة كايسي وبيروحوا مع بعضهم على الشغل، فبيلاقوا في حركة غريبة بالشغل، وهيك ناس عم تشيل غراض وعم تحط غراض، وبيعرفوا انه رئيس مجلس الادارة رح يوصل هلأ، وبعد شوي بفوت جاك يلي هو صاحب الشركة. فاما لما بتشوفه بتنصدم وبتتذكره انه هو يلي كان قاعد حدا بالطيارة وحكته كل اسراره، وبتصير تخبي وجهها علشان ما يشوفها. مديرة الشركة بتبلش تعرف جاك على الموظفين، وبيضحك لما يشوف اما والمديرة بتصير تعرفه عليها، وبيسأل اما عن طعمة القهوة فبتقله كتير طيبة، وبعدها بتعرفه على ارتميس يلي بتصير تحكي معه فرنسي، وما بتكون حافظة الا شي كلمتين ثلاثة بس هيك لحتى تلفت انتباهه. لما بيفوت على مكتبه اما بتروح لعنده، وبتصير تترجاه انه ينسى كل يلي قالت له اياه بالطيارة وما يقلعها من الشغل، بيقلها موافق بس بشرط انه ما تقولي لحدا انه انا كنت بشيكاغو امبارح، فبتنبسط وبتوعده. بعد الشغل بتروح على بيتها وبتحكي لليزي وجاكي يلي عايشين معها بالبيت شو صار معها، وليزي بتقلها انه تعاملي معه عادي كأنه ما صار شي. تاني يوم جاك بيراقب الموظفين هنه عم يشتغلوا، وبيشوف ارتميس عم تحكي مع عميل، وبتكون عم تعيط لأما لحتى تجيب لها صور المنتجات، فأما بتكبلها اياهم كب، فبيصير جاك يضحك. فجاك بيسأل الموظفين اذا بيقروا كتب بمجال شغلهم، فكل حدا بيقرا اسماء الكتب يلي بيقراهم الا اما يلي ما بتحكي، فبيسألها عن كتاب هي كانت قايلت لعنه بالطيارة، فبتكون هي قايلت له انها اضطرت تقول انها قريته لحتى يقبلوها بالوظيفة، بس بالنسبة لإلها كان الكتاب كتير ممل وما قدرت تقرأ منه إلا صفحة واحدة. فهون أما بتتهرب من السؤال، فبيفوت رفيقة كايسي بيقلها أنه بدو إياها تراجع معه الحسابات، بتكون عم تعمله حركات بوجه حتى يروح، عشان من بين الأسرار يلي قالت له إياهن لجاك أنه هيدي الكلمة هي كلمة السر بينه وبين كايسي لحتى يروحوا ويهربوا من الشغل، فبيطلع فيها جاك وبيقلها روحي ساعدي كايسي بالحسابات، فبتروح معه وبيشربوا قهوة، فبتطلع بالأسانسير وبتلاقي جاك هنيك، وبيجي كونر يلي بيكون بيشتغل بنفس الشركة معهن، فجاك بيقله أنه مبين عليكم انه انتم مرتبطين مع بعض، بيقول له كونر انه انا فاصل بين حياتي الشخصيه وحياتي اللي بالشغل، وانه ما بيحكي مع اما ابدا بالشغل. اما بتتضايق من رده بس ما بتبين، وبيروحوا كلهم على الاجتماع، وكونر بصير يحكي فكرته لحتى يزيد مبيعات الشركه، فبيرسم رسمه لحتى يوضح كلامه ولحتى يفهموا فكرته، بس ما بيقتنعوا بكلامه، فارتميس بتحكي بطريقه علميه حتى تبين انه هي قليانه مثقفه، بس جاك بيحرجها ام تسكت. بعد الاجتماع اما بتعمل اختبار لكونر لحتى تشوف كيف رح يتعامل معه بالشغل، وفعلا ببين عليه انه هو كتير متوتر وما بده حدا يشوفهم مع بعض، فهون بتقرر اما انه تنفصل عنه، وبتروح بتقول لرفقاتها انه هي انفصلت عن كونر بس حاسه انه هي منا زعلانه، فجاكي بتقلها انه اعطيه فرصه تانية، بس اكيد اما بترفض لانه هي ما صدقت اصلا انه يتركه. تاني يوم لما بتروح على الشركه جاك بياخد رايها باللوجو الجديد للشركه، وبيعرف انه هي وكونر تركه، فبيطلب منها انه يظهروا مع بعض. بالليل بتجهز حالها للظهرة، وبيوصل جاك على بيتها لحتى ياخدها، فبيتعرف على ليزي وبيفوت على غرفة اما وبيشوفها، وبيستغرب لما يلاقي الحرام تاعها مرسوم عليه الرسم للولاد، وبيرجع بيطلع بيتعشوا، وبيبين انه هن الاثنين معجبين ببعض، وبيصيروا كل يوم يتقابلوا وبيرتبطوا ببعض اكتر وعلاقتهم بتقوى. اما بتكون كتير طبيعية معه، بس هو بيكون حكيه كتير قليل وما بيحكي لها ابدا شي عن حياته الخاصة، ومع هيك بتكون هي كتير مبسوطة معه. لحتى في يوم بيكون جاك ببرنامج وبيسألوه عن المنتج الجديد لشركته،
فبيقلن انه المنتج بيستهدف البنات البسيطة يلي بالشارع، يلي بتلبس بنطلونات واسعة وبتشرب مشروبات من القنينة بدون احراج وبتحط ورد بشعرها. فبيسرح وبيقول كل مواصفات اما، وطبعا الشركة كلها بيكونوا عم يحضروا وبيعرفوا انه عم يحكي عنها، وبيصيروا يضحكوا ويتمسخروا عليها. وأما كتير بتنحرج وبتفل من الشركة، ترجع على بيتها وبتصير تبكي، ورفقتها ليزي بتحاول انها تهديها. وبهالوقت بيتصل فيها جاك فبترد عليه هي وكتير معصبة، وبتقله انه علاقتهم انتهت وما بقى بدها تشوف بحياتها. وهون بتقلها جاك رفقتها انه لو بتعرفي شي سر عنه رح انشدلك اياه بالجريدة ورح تفضحه مثل ما هو عمل معه. فبتقلها أما انه قالها انه ما بده حدا يعرف انه كانوا بشيكاغو، وانه هيدا كان سر بيناتهم، وهيدا الشيء الوحيد يلي هي بتعرفه عنه. وتاني يوم بتقابل رفيقه كيسي وبصير يواسيها، وبتتفاجئ بجاك اللي بيوقف قدامها وبصير يحكي معها، بس هي بتبرمله الدين الطرشه وبتعمل حالها ما سمعته. فبيضطر كيسي انه يقوم لحتى يتركهم يحكوا. بيعتذر جاك من اما مع انه هو مش عارف اصلا هي اللي زعلت، فبتقله انه انت وعدتني انك تحتفظ باسراري لحتى تموت، بس الشيء اللي صار عكس هيدا الحكي، وانت احرجتني قدام الشركه كلها. بترفض اعتذاره وبتتركه وبتفل. ومثل العاده بتروح بتحكي لرفقاتها وبيقولوا لها انه روحي احكي مع صحفي معروف لحتى نفضحه، بس هي بترفض الفكره لانه ما بيكون بدها تاذيه. وتاني يوم بتحضر الاجتماع بشغله، وبيكون رفيق هناك عرض فكره عشان زياده المبيعات، فكتير بتعجبها لمديره الشركه وبترقيه. وبتتفاجئ لما اما بتقلها انه هيدي فكرتها لها وهي يلي قالت له اياها، فنيك ما بيقدر ينكر الموضوع. وساعتها اما بتطلب الترقيه من المديره، فالمديره بتوافق وبترقيها. وارتميس بتتضايق وبتلمح انه هي ترقيت كرمال علاقتها بجاك، والمديره بتنصح اما انه تجتهد اكتر بشغلها عشان ما حدا يقول انه هي ترقيت كرمال علاقتها بجاك. بالليل بتروح اما على عرض المسرحيه تاع ليزي، بتلاقيها موتره وخايفه فبتهديها وبتشجعها. وبيجي جاك وبيحاول يصالحها، وبيقلها انه عرف مطرحها من الاعلان يلي كان على مكتبها، وانه هي صارت اقرب وحده لإله، وعشان هيك رح يقلها على السر يلي هو مخبيه. بفرجيها صوره شريكه يلي مات، وبيقلها انه مخلف بنت وما حدا بيعرف عنها شيء، وانه وصى عليها قبل ما يموت، ومن وقتها وهو معتبر حاله انه هو بيها، وبسافر على شيكاغو مخصوص لحتى يشوفها ويطمن عليها. فاما بتتاثر بكلامه وبتصالحه، وبيقعدوا سوا وبيحضروا عرض ليزي، وبينبسطوا كتير لما العرض بينجح. وبعد العرض اما بتعرف ليزي على جاك، وبهنوها بنجاح العرض تبعها، وبتكتشف اما ان نسيت جزدانها جوا، فبيقلها جاك انا بروح بجيبه. وبهاللحظه بتوصل رفيقتها جاكي ومع الصحفي، بتحاول اما انه تخليهم يفلوا قبل ما يشوفهم جاك، فهون الصحفي بيسال اما عن سر جاك، فهن وعم يحكوا بيجي جاك وبيسمعهم وهو مصدوم، فبيتضايق من اما وبيعطيها جزدانها وبفل. فبتروح وراه بسرعه وبتحاول انه تفهمه، بس هو بيقلها انه كتير صعب انه يثق بحدا، ومع هيك هو وثق فيها وبيتركها وبيروح. بيقرر انه يسافر على شيكاغو، فهي لما بتعرف بتسافر على نفس الرحله. بتروح بتقعد حده هي وعم تبكي، وبتعتذر له وبتفهموا يلي صار، وبتشكره لانه هو الوحيد يلي شاف عيوبها وتصرفاتها وقبلها مثل ما هي، وهيدا الشيء يلي ساعدها ورجع لها ثقتها بنفسها. ففي راكبه بتقاطعها وبتقلها انه هيدا مطرحها، فاما بتعتذر لها وبتقوم بتروح على مطرحها. وهون جاك بحس انه اما صادقه بحكيها وانه ما عم تكذب عليه، فبيقوم لعندها وبيقلها انه هو كمان عنده اسرار كتير، ومن بيناتهم انه هو بخاف من الطياره مثلها بالضبط بس ما ببين، وبيحط مضرب بيسبول تحت التخت علشان بخاف من العتمه. وبيقترح على الراكب اللي حدها انه يبدل معه الكرسي، فبيوافق. وجاك بيقعد حدها وبيعترف لها انه هي غيرت له حياته بتصرفاتها الطفوليه وببساطتها، وبيقلها انه بحبها وما بيقدر يستغني عنها، وبيتفقوا سوا انه يكفوا حياتهم مع بعض وبدون اسرار. وهيك بيكون خلص الفيلم. بتمنى انه يعجبكم، بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، وبحبكم كتير. باي باي.